في الشهر السابع. دائما نسأل كيف هو المشهد في غزة، ولكن المرة باعتبار اختصاصك واطلاعك سأسأل كيف هو المشهد الآن في إسرائيل في تل أبيب؟ حقيقة يعني إن أردنا أن نتكلم بهذا الحرب بستة أشهر، الاحتلال الإسرائيلي اعتقد أنه بإطالة عمر المعركة يستطيع أن يزيد عملية الدمار، ورأينا المحاكم الدولية ومجالس الأمن يتكلمون عن أنه يقوم بهذا الأمر. بستة أشهر التي أطال فيها وقف الشارع الإسرائيلي ليسأل سؤال، نحن منذ ستة أشهر نقاتل تنظيما فلسطينيا ولم نستطع أن نتفوق عليه، وما زال يضربنا ويستخدم القذائف ويضرب الصواريخ وينفذ العمليات. المدة التي افترض الاحتلال بإطالة عمرها أنها ستكون في صالحه انقلبت عكسيا تماما وأصبحت في صالح المقاومة، أن تفاصيلا فلسطينيا مقاوما تحت الحصار له ستة أشهر يقاتل الاحتلال ودخل بالشهر الرابع وهو يفاوض على التفاصيل، الشارع والمبنى والشاحنة، أي أنه ما زال ضمن السيطرة والكنترول الذي يتكلم عنه الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي بين أربع مشاهد لا يتوقف الحديث فيها، بين الحكومة الاثنين 64 مقعد نتنياهو وهي تعتبر أقصى اليمين، وربما يكون هذا آخر عهدهم في العمل الحكومي، لأنه بأي انتخابات جاي هم من سوف يخسرون 20 مقعدا، أي أنهم لن يصلوا إلى مرحلة الثلثين. الأمر الآخر وهو مجلس الحرب، وتقريبا مجلس الحرب موجود غير موجود، موجود لأن الأمريكان يريد جينيتس ومن معهم أن يكون موجود في داخله، وغير موجود أي أنه أصبحت الحكومة والكابينات تطالب أن تكون هي مسؤولة عن القرارات. الموضوع الآخر هو المعارضة، والمعارضة بنوعيها كانت اليسارية أو اليمينية أو التي نقول عنها اللادينية بشكل عام، عندها مشكلتين رئيسيتين مع هذه الحكومة. أولا أنها تريد أن تعطيهم غطاء قانونيا في الكنيسة ألا يسقطوا إذا تركوا اليمين، وبنفس الوقت عندهم مشاكل مع القوانين التي تشرع فكرة إعفاء المدينين منها، والفكرة ليس إعفاء المدينين، الفكرة دفع للمتدينين لوازم الحياة والمعيشة وغير ذلك والصرف على عائلاتهم والتأمين الصحي. المشهد الثالث الرابع وهو المشهد أن الحرب هي كشفت الوضع الداخلي للاحتلال الإسرائيلي على مستوى التسليح من الدول التي تدعمه وغيره، ورأينا بريطانيا وألمانيا ثانية تواجه قضية الولايات المتحدة. نعم أنا كنت أتابع قبل قليل في المحاكم فيها. أيضا المشهد العام هو أن الأمريكان عندهم اتفاق مع إسرائيل وعندهم خلاف من يدير إسرائيل، وهذا المشهد يجب أن نرسمه للمشهد القادم، مهم جدا. لماذا؟ لأنه تاريخيا كانت إسرائيل تفتخر أنها تمثل حالة الديمقراطية وحالة السيادة وحالة أنها تستطيع أن تؤثر بالولايات المتحدة. أنا باعتقادي أمام نحن مشهد جديد، الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر وبعد 6 أشهر من القتال، ليس الاحتلال ما قبل 7 أكتوبر ولا بعد 6 أشهر من القتال.